أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة والتي تتابعون فيها. سفير أمريكي سابق يقول إن الحرب في اليمن لن تنتهي دون الضغط على من بدأها. موقع خيوط يقول إن مدارس خاصة بصنعاء تحدد رسوم دراسية حسب المستوى المعيشي لجيرانها. وإندبندنت عربية تقول استرداد 15 صندوقا من وثائق البيت الأبيض من منزل الرئيس الأمريكي السابق. صباح أمس السبت حضر إلى جامعة ذمار شخص اسمه محمد المهدي، عينه الحوثيون مديرا لمكتب التربية والتعليم بالمحافظة. جاء الرجل برفقة مسلحين وثلاث حافلات ممتلئة بطلاب، تم إدخالهم إلى الجامعة بقوة السلاح رغم أنها الكلية التي درس فيها من قبل 700 طالب وطالبة في 10 تخصصات، بالإضافة إلى العشرات من طلاب الماجستير والدكتوراه. عندما حاول الموظفون الذين يرابطون في بوابة الكلية منع محمد المهدي ومن معه من الدخول، قام المسلحون بالاعتداء على الموظفين. يقول المهدي أن مبنى الكلية لا يتبع جامعة ذمار وإنما يتبع مكتب التربية والتعليم، لكن الجامعة تعتبر ما يحدث استهدافا لجامعة ذمار ومحاولات لإغلاقها من قبل المحافظ محمد البخيتي، خاصة في ظرف كهذا، وهو أمر يدعو للاستغراب. وحملت إدارة الجامعة سلطة الميليشيا مسؤولية إتلاف وضياع الأثاث الخاص بالكلية ووثائق وسجلات الطلبة، كما حملت البخيتي مسؤولية ما قد يترتب على هذه التصرفات. وفقا لموقع خيوط، فإن كل مدرسة خاصة بصنعاء تحدد الرسوم الدراسية للطلاب وفقا للمستوى المعيشي لسكان المنطقة المحيطة بها، في ظل غياب الجهات المختصة التي لا تقوم بأي دور لضبط الفوضى الحاصلة في المدارس الأهلية وتوحيد معايير الرسوم. وفقا للتقرير الذي أعده إسماعيل الأغبري، وصلت نسبة الزيادة في الرسوم الدراسية لهذا العام أكثر من 30%، تختلف حسب موقع المدرسة وشهرتها. تقول أحدى أولياء أمور الطلاب أروى الشميري لخيوط إنها دفعت قرابة 150,000 ريال رسوم القسط الأول لأطفالها الثلاثة الذين تم إلحاقهم في إحدى المدارس الخاصة. ويؤكد مواطن آخر يعيل 4 أبناء فضل عدم ذكر اسمه في حديث لخيوط أنه لم يستطع حتى الآن تسديد المبلغ المطلوب منه كأقساط الرسوم الدراسية للعام الماضي لابنه، ليتفاجأ هذا العام الدراسي بزيادة في الرسوم تصل إلى نحو 30,000 ريال وعدم مقدرته على تسجيل ابنه برسوم الحالية المحددة من المدرسة، وغير قادر في الوقت نفسه على سحب ملف ابنه من هذه المدرسة وإلحاقه بمدرسة أخرى نظرا للمبلغ الذي أو المتبقي لديه من العام الماضي. عن تجربة السجن وأوجاع الوطن، تحت هذا العنوان كتب يحيى عبد الرقيب الجبيحي ما قاله المنشور في موقع المصدر أونلاين، مضيفا في جزء من المقال: لقد كانت تجربة السجن من أغنى التجارب التي مررت بها في حياتي، كما أن ذكريات السجن ستظل تقتحم حياتي كل يوم، بل كل ساعة منذ اختطاف حمزة من أحد شوارع صنعاء ثم اقتيادي من مقر سكني بالعاصمة المحتلة مع ذي يزن، وبقوة عسكرية وهجوم همجي غير متوقع ولا مسبوق. فقد ضللت وأنا 2 من أبنائي بسجن الأمن الحوثي القومي سابقا، أشعر بكل لحظة بدافع قوي بأنه في حال خروجي من السجن حيا لابد أن أسرد للأجيال كتابة بعض ما حدث لي ولأبنائي ثم لزملائي ممن تعايشنا معهم داخل السجن، براءة للذمة وصونا للمستقبل ثم عظة وعبرة للتاريخ. رغم استمرار الحرب وما تخلفه من خراب ودمار في البنيان وفي النفوس والعقول، وما شاهدته من جديد بصورة أشد قتامة بعد عودتي الأخيرة إلى الوطن، ما في ذلك استمرار حصار تعز وغير تعز وقطع الطرق وما يعانيه المواطن من غلاء في المواد الأساسية وارتفاع نسبة الفقر وغير ذلك من الكوارث والمحن تعمت اليمن وشعبه لأسباب محلية ثم إقليمية ودولية.
إلا أننا رغم ذلك كله وبالثقة بالله أولاً والتي تؤكد لي أكثر من أي وقت مضى أن اليمن لابد أن يتعافى منها عاجلاً أو آجلاً. وإذ سقطت الدولة يوم انقلاب 21 من سبتمبر 2014 المشؤوم وسقطت تباعاً لذلك قوتها وعنفوانها، فإن ذلك لا يعني أن كل سقوط نهاية، بل على العكس قد يكون ذلك السقوط بداية لنهضة جديدة تعم اليمن كل اليمن، خاصة وأن اليمن وشعبه قد مرا بمحن عديدة ومصاعب جمة، والشعب اليمني متعود على التحمل وبصورة يصعب بل يستحيل على شعب آخر أن يتحملها. ويكفي أنه رغم استمرار خرق العدوان الحوثي للهدن المزعومة والمكررة وقيامه بضرب تعز ومأرب وغيرهما، فإن ذلك لا يوقف الحياة بقدر ما يزيد من قبول التحديات والمضي قدما نحو البناء والتعمير وبقدر المتاح. الحرب في اليمن لن تؤول إلى سلام مستدام من دون ممارسة ضغوط مجدية على الحوثيين، هذا ما قاله السفير الأمريكي الأسبق لدى اليمن جيرال فيرستاين بعد تجربة سنوات طويلة عاشها في اليمن. وقال جيرال فيرستاين إن الحرب التي بدأها الحوثيون باليمن لن تؤول إلى سلام مستدام بدون ممارسة ضغوط مجدية على الحوثيين لإجبارهم على قبول الحل السياسي للحرب. أضاف فيرستاين في مقال له على منصة معهد الشرق الأوسط ترجمه للعربية الموقع بوس أن اتفاق الثاني من أغسطس بين الأطراف المتحاربة في اليمن بتمديد ثالث لمدة شهرين لوقف إطلاق النار قوبل بترحيب واسع. وتابع: كان مصير الاتفاق محل شك بعد إعلان الحوثيين في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة أنهم لن يوقعوا على تمديد آخر، لكن في النهاية أعطت جميع الأطراف موافقتها. وأردف: مما لا شك فيه أن الهدوء النسبي في اليمن في الأشهر الأخيرة على الرغم من أنه بعيد عن الكمال قد وفر فترة راحة تشتد الحاجة إليها لملايين اليمنيين الذين يكافحون تحت وطأة 7 سنوات من الحرب الأهلية. واستدرك الدبلوماسي الأمريكي بالقول: يجب أن يجلب الاتفاق الأخير القليل من الراحة لأولئك الذين يسعون إلى طريق مستدام للخروج من الصراع. وختم السفير الأمريكي السابق إلى اليمن فيرستاين مقاله بالقول: يجب الترحيب بأي إجراءات تحمل أرواح وتعزز إمكانية السلام في اليمن، واتفاق وقف إطلاق النار هذا ليست استثناء. لكن يبقى الواقع كما هو الحال منذ بداية الصراع أن القتال لن يصل إلى نتيجة مستدامة حتى تتم ممارسة ضغوط ذات مغزى على الحوثيين. مثقف عفى الله عما سلف. تحت هذا العنوان كتب أمين الزاوي مقاله المنشور في إندبندنت عربية، وقال الكاتب: لماذا ينتهي الفيلسوف في العالم العربي والإسلامي إلى فقيه أو داعية في آخر حياته؟ المثقف في المنطقة العربية وشمال أفريقيا هو مثقف عفى الله عما سلف بامتياز. عفى الله عما سلف فيما ارتكبه وآمن به من قيم في الفلسفة والسياسة والعقيدة والفن والأدب. لماذا يا ترى ينتهي المفكر العربي مهما كانت قناعاته الفكرية ليبرالية أو يسارية أو علمانية نهاية غريبة؟ ينتهي فقيهاً أو داعية أو قريباً من ذلك. المثقف العربي والمغاربي بشكل عام هو مثقف التبرير للتدليل، مثقف التسويغ للإقناع، مثقف المظهر للعمق، مثقف الجماعة لا مثقف القناعة. حين نتفحص تاريخ المثقف من نواكشوط إلى البصرة وبغض النظر عن طبيعة العمل الفكري الذي يمارسه هذا المثقف أو ذاك، بغض النظر عن طبيعة جنس الكتابة لديه، شاعراً كان أو روائياً أو مسرحياً أو سينمائياً، موسيقياً أو مغنياً، في لحظة من لحظات الحياة بكل ما تحمله من انتكاسات وحصارات يحدث أن يتوقف ويلتفت خلفه ومن حوله ليقول: عفى الله عما سلف، ثم يبدأ سلم التراجع، يتراجع، يتصالح، يتآمر ضد نفسه، ومعها يبدأ بسرد جملة من تبريرات هذا التراجع. في العالم العربي والإسلامي يتحجب الفيلسوف قبل أن تتحجب الممثلة نجمة السينما أو المسرح أو المغنية أو الراقصة، وحجاب المثقف الفيلسوف أكثر خطراً وتأثيراً من تحجب الفنانة النجمة
بل إن حجابه هو ما يبرر حجاب هذه الفنانة أو تلك، لا فرق بين حجاب الفيلسوف وحجاب نجمة الرقص أو الغناء، لكل حجابه، لكن التبريرات تكاد تكون هي نفسها ومركزها عفى الله عما سلف. كيف ولماذا يا ترى يصبح المثقف العربي والمغاربي مثقف عفى الله عما سلف؟ تعبوا من الطريق فاختاروا النوم جواه سكة القطار، ولا يعرف أحد من أين جاءوا، وما إن طلع النهار حتى كانوا غارقين في النوم ولكن دون حراك. يعلق موقع مهاجر نيوز: اليونان، قطار يدهز 3 مهاجرين أثناء نومهم. يقول الموقع إن 3 وأثناء نومهم لم يتمكنوا من الابتعاد عن مسار القطار، وقد لقوا حتفهم قبل تحقيق حلمهم في الحصول على حياة آمنة. لقي 3 حتفهم تحت عجلات قطار قرب بلدة دراما شمالي اليونان، وذكرت الشرطة أن الضحايا كانوا نائمين بجانب قضبان القطار ولم يتمكنوا من الابتعاد عن مسار القطار في الوقت المناسب. وذكرت الإذاعة الرسمية أنه لم تتضح الدول التي ينحدرون منها في البداية، ويشتبه أو يشتبه مسؤولون أمنيون في أن الرجال 3 كانوا في طريقهم إلى الحدود مع مقدونيا الشمالية ليواصلوا رحلتهم إلى وسط أوروبا. وغالبا ما يتبع المهاجرون الذين يأتون إلى اليونان السكك الحديدية لتجنب نقاط تفتيش الشرطية على الطريق شمالي اليونان. يغفل المستقبل لصالح الحاضر. تحت هذا العنوان كتب أستاذ الفلسفة بجامعة أكسفورد ويليام ماكسكيل مقاله المنشور في نيويورك تايمز. جاء في هذا المقال: نحن نواجه مشاكل هائلة اليوم، والعالم مليء بالمعاناة التي لا داعي لها، لكننا أحرزنا في بعض النواحي تقدما ملحوظا على مدى مئات السنين القليلة الماضية. قبل 300 عام كان متوسط العمر المتوقع أقل من 40 سنة، اليوم تجاوز الرقم 70 عاما. أكثر من 80% من سكان العالم كانوا يعيشون في فقر مدقع، الآن فقط نحو 10% كذلك. كانت النساء في الغالب غير قادرات على الالتحاق بالجامعات، ولم تكن الحركة النسوية موجودة، ولم يعش أحد في ظل نظام ديمقراطي. الآن أكثر من نصف العالم يستمتعون بالديمقراطية. لقد قطعنا شوطاً طويلاً. لدينا القدرة على تحفيز هذه الاتجاهات الإيجابية، ويمكننا تغيير اتجاهات المسارات السلبية أيضاً. فلدينا القدرة على بناء عالم يعيش فيه الجميع مثل أسعد الناس في أكثر البلدان ثراءً اليوم، ويمكننا أن نفعل ما هو أفضل، أفضل بكثير. كثير من التقدم الذي أحرزناه منذ العام 1700 كان من الصعب جداً على الناس توقعه في ذلك الوقت، أي منذ 3 قرون فقط. وينبغي ترسيخ إحساسنا بإمكانات البشرية بنسخة ثابتة من عالمنا الحالي، فإننا نخاطر بشكل كبير بالتقليل من مدى جودة الحياة في المستقبل. عندما بدأت التفكير على المدى البعيد كان تحفظي الأكبر عملياً، حتى لو كانت الأجيال القادمة مهمة وتعنينا، فما الذي يمكننا فعله فعلاً لإفادتها؟ عندما تعلمت المزيد عن الأحداث التي تشكل التاريخ والتي يمكن أن تحدث في المستقبل القريب، أدركت أننا قد نقترب قريباً من منعطف حاسم في قصة الإنسان. فالتطور التكنولوجي يخلق تهديدات وفرصاً جديدة، ما يضع حياة الناس في المستقبل على المحك، سواء كان هناك مستقبل جميل وعادل أو معيب وبائس، أو ما إذا كانت الحضارة تنتهي ولن نرى مستقبلاً على الإطلاق. فهذا يعتمد إلى حد كبير على ما نفعله اليوم. إذا كنت تعتقد أن الاستحواذ على الوثائق هي سمة لزعماء الشرق، فعليك العودة إلى ما يحدث حالياً مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وفقاً لصحيفة إندبندنت، تم استرداد حوالي 15 صندوقاً من وثائق البيت الأبيض من منزل الرئيس الأمريكي السابق في فلوريدا. بين هذه الصناديق مواد سرية أرسلت الوثائق إلى مار أي لاغو بدلاً من المحفوظات الوطنية وفقاً لما يقتضيه القانون الفيدرالي. وتقول صحيفة إن السؤال هو: لماذا كانت هذه الوثائق في حوزة ترامب؟ وترى أنه بعد تلميحه بأنه يود الترشح للرئاسة عام 2024 يمكن استبعاد احتفاظ ترامب بهذه الوثائق لكتابة مذكراته عن الفترة التي أمضاها في البيت الأبيض. ويقول التقرير الذي ترجم لصالح البي بي سي: المداهمة والمعارك القانونية الطويلة القادمة ستستغرق وقتا طويلا،
مما سيمنح ترامب الفرصة للترشح في عام 2024. ويضيف التقرير أن ترامب ما زالت لديه فرصة للفوز بالرئاسة إذا أخذنا في الاعتبار الضغط على مستويات معيشة الأمريكيين. مديح الكتاب، تحت هذا العنوان كتب ممدوح عزام مقاله المنشور في العربي الجديد. اللافت أن يكون الكتاب الورقي وحده هو من يتعرض للسؤال عن المصير، إذ في كل مرة تظهر فيها وسيلة جديدة لنشر المعلومات أو المعارف أو لتصوير الحياة بأي شكل أو لون أو طريقة، يتبادر إلى ذهن الكثيرين من الناس أنهم لم يعودوا بحاجة للكتاب. كانت التوقعات تشير لدى قطاع كبير من العاملين في حقل الثقافة والمعرفة إلى أن موعد النهاية بات قريباً، وحين استطاعت التكنولوجيا أن تستولي على الكتاب في عملية قرصنة تاريخية يمكن أن يقال عنها إنها عظيمة مرة، إذ استطاعت أن تجمع مئات آلاف الكتب في حيز صغير، أو يقال أنها مدمرة إذ تستولي على أتعاب ومداخل دور النشر والكتاب معاً، وتحاول أن تحرم البشر من الكتاب، فإن الاستنتاج المتسرع راح يقول إن عصر الكتاب الورقي قد زال وولى وانتهى أمره إلى غير رجعة. وقد بدا كأن جهات كثيرة أولها تلك الحكومات المستبدة التي تنتشر في جميع أرجاء العالم المعاصر لنا كانت سعيدة بهذا المصير الذي يلاقيه، بدا بالفعل أن الكتاب الورقي يحتضر، وكانت الأرقام تنتصر للوصفة، فلا يطبع من أي كتاب عموماً أكثر من 2000 نسخة وما دون ذلك، ولا تباع تلك النسخ إلا بصعوبة، وهو ما يعني أنهم في طريقهم للتخلص من هذا البلاء الذي يستطيع أن يضع أفعالهم الشنيعة وتاريخ حكامها المستبدين وأعمالهم السيئة تجاه شعوبهم كلها بين دفتيه، وأن يحتفظ بها لمئات أو لآلاف السنين. ظل الكتاب الورقي المطبوع يحتفظ بقوة البقاء، فقد استطاع أن ينجو في مرات كثيرة من فجوات قوانين الرقابة إذا ما كانت هناك قوانين، أو يتخلص من تشدد المراقبين الذين لا يتمكنون من إحصاء كل النقاط التي يتوقع أن تزعج السلطات التي وظفتهم. وفي حال لم يستطع أن يفلت من التنكيل المحلي، فإن وجود نسخة واحدة من أي كتاب يكفي للتكاثر في مكان آخر إلى آلاف النسخ. مجموعة من أفضل الصور المختارة نطالعها في جولتنا المصورة من صحيفة الغارديان. ولن ننتقل بكم إلى مجموعة أخرى من رسوم الكاريكاتير، نتابعها هنا. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة، أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.